بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لحضراتكم تاني وفيديو لكيفية تغيير الإعدادات عشان الملف بتاع المشتريات أو المبيعات لما بنيجي نرفعه على الصفحة بيديني علامات استفهام. فتعالوا نبص سوا كده أنا عملت إيه ونعمله مع حضراتكم عشان كلنا نستفيد. أولا أنا دخلت هنا دورت على كنترول، طبعا ده ويندوز 10 كويس. انا دورت هنا على كنترول بانل، طبعا قال لي هنا كده، فهخش اعمل اوبن. طبعا كنترول بانل هخش على كلوك اند ريجن، وبعدين هخش هنا، وبعدين حضرتك هتخش على ادمنستريتيف وتفتح تشينج سيستم لوكال. وحضرتك هنا مفروض هتلاقي، انا طبعا عشان غيرت، ولكن هو كان مفروض هتلاقي عندك انجلش، ده هو الانجليزي يونايتد ستيتس. طبعا انا غيرته لارابيك ايجيبت. وصراحه هنا كمان في اوبشن زياده، ولو انه بيتا يعني لسه تجريبي، ولكن انا عملت كمان عليه كليك ودوست اوكي. فهيقول لك سيستم لوكال هاز بين تشينج، يو ماست ريستارت ويندوز فور ذا تشينج تو تيك افكت. يعني لازم تعمل ريستارت الويندوز بتاعك عشان الموضوع ده يتفعل. طيب انا عملت طبعا ريستارت وخلاص، وبعدين رحت للملف، ما هقفل ده كده، ورحت للملف بتاعي اللي احنا يمكن بقالنا تو فيديوز بنتكلم عليه، وحطيت او ما عملتش حاجه حقيقي. يعني انا بس سبت الفايل كما هو كده اهو، زي ما احنا اتكلمنا عليه يمكن في الفيديوهين التانيين اللي هتلاقي الرابط بتاعهم في الكومنتس تحت. ورحت عملت سيف، ورحت جيت هنا، ورحت بس ضفت هنا رقم 2 كويس، ورحت سيفت زي ما حضراتكم عارفين سي اس في دي ليميتد، ورحت عملت اوكي. وخلي بالكم ده الفايل رقم 2. رحت على الموقع هنا ودخلت كالمعتاد على استيراد فواتير، وكان احنا مواجهنا طبعا مشكله في الفيديوهين اللي فاتوا ان احنا لما كنا بنرفع الملف كان بيبقى فيه مشاكل، ما كانتش بتظهر في الاول، ما كانش بيظهر الرقم، بعد كده ما كانش بيظهر الاسم. فانا لما هعمل كده واقول له، يقول لي البيانات صحيحه، اقول له رفع الملف. بص حضرتك اتحلت المشكله الحمد لله اخيرا، ادي فاتوره سلع عامه كويس الحمد، اطارات يعني، وطبعا الضريبه هنا في الملخص ما فيهاش مشاكل. فبكده يبقى احنا الحمد لله الفايل اصبح جاهز، تقدر تعمل بيه كل اللي انت عاوزه. يبقى احنا عشان نجمل تاني حل المشكلة دي فين؟ حل المشكلة دي حاجتين. الحاجة الأولانية إن إحنا لازم نغير كويس من الكنترول بانل اللوكال سيتنجز أو الحاجات ليها علاقة بالريجن أو بالمنطقة اللي إحنا فيها العربي. تاني حاجة إن حضرتك لازم تبقى التواريخ مكتوبة بطريقة معينة، لازم، واخد بالك، زي ما أنا شرحت في الفيديو اللي تحت اللي هتلاقوا اللينك فيه موجود، لازم تكون الأرقام مكتوبة بدون فواصل، لازم يكون، واخد بال حضرتك، لو أنت بتكتب مثلا رقم الملف الضريبي أو التسجيل الضريبي ما تحطش شرطة ولا داش ولا بتاع ولا كلام من ده، اكتب الرقم على طول، وإن شاء الله يبقى الموضوع يعني أخيرا اتحل. كان بقالنا فيديوهين بنحاول ندور على حل أو حل جزئي، بس أعتقد كده إن ربنا كرمنا ولقينا الحل كامل. شكرا ليكم وإن شاء الله بالتوفيق.